اه طيب برضو عاوز، لان الموضوع ده مهم جدا وشائك جدا، عندنا مشاكل محدش يقدر يقول غير كده، في فريق في العالم ما عندوش مشاكل؟ مفيش حياه في العالم من غير مشاكل. بالزبط. هي الحياه نفسها فيها طول الوقت فيها صعوبات، بس الحقيقه ليه الاهلي؟ السؤال اللي حضرتك بتساله، لانه الاهلي بياع. استاذ اوسي ممكن يبقى عارف الموضوع ده، ايام زمان لما يقول لك الاهلي لما يكسب بطوله الجرايد الصبح بتوع الجرايد يقول لك الجرايد تخلص من على الفرش. بالزبط. لما فرق تانية بتاخد تلاقي الجرايد زي ما هي. الاهلي بياع وجمهوره طول الوقت بيدور على اخباره. فاي حد عايز يطلع يقول كلمتين عشان الناس تشوفه، عشان الناس تسمع هو بيقول ايه، فيقول الاهلي. والحقيقه في اوقات شائعات من كتر ما هي يعني هزليه ما ينفعش تصدقها. يعني لما تيجي تقول الوحده الاماراتي بيفاوض موسيماني، فما بمجرد انت بس تفتح كده جوجل وتكتب الوحده الاماراتي هتلاقي الوحده الاماراتي عنده مباراه بعد 10 ايام او اقل، يعني بعد التوقف الدولي عنده مباراه مع النصر السعودي في ثمن نهائي دوري ابطال اسيا، مباراه مهمه جدا. عنده مدرب هولندي اسمه تين كات، مدرب عظيم يعني، مدرب عظيم يعني، مدرب من عينه مانويل جوزيه يعني. فهل دلوقتي الوحده الاماراتي هيمشي مدربه ويجيب بيتسو موسيماني عشان كمان يدخل في 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 ازمه مع جمهور الاهلي، مع راجل عقده موجود ومع النادي الاهلي؟ الحقيقه اشعه كوميديه جدا جدا. واضطرت كمان انه استاذ راشد الزعابي مدير شركه الكوره في نادي الوحده يطلع يقول يا جماعه والله الكلام ده ما حصلش اصلا، لا فاوضنا موسيماني ولا غيره. الحقيقه وقال برضه الحقيقه راجل ناس محترمه جدا اتكلم وقال ان لو حتى في تفاوض هنكلم النادي الاهلي على طول. الاهلي وتبدا مفاوضات مع لعيبه اصله. علي معلول، علي معلول بنسبه 90% الاول قالوا عمرو السوليه مش عايز يجدد، فعمرو السوليه جدد. طب اصل علي معلول مش عايز يجدد، طب علي معلول جدد. اصل بيرسي تاو اصابه مزمنه، طلع بيرسي تاو مش اصابه مزمنه، الراجل الدكتور بتاع منتخب جنوب افريقيا قال انه هو غالبا كان عنده اصابه وتحامل ولعب عليها، فهو ده اللي عمل تفاقم الاصابه بتاعته. طب يا جماعه القليل من الهدوء، احنا لسه في بدايه موسم. بدري قوي ضرب يعني، بدري قوي ضرب البلالين دي يعني قليله يعني، كتير قوي اللي بيتقال. فاعتقد انه يعني القافله تسير، والنادي الاهلي ان شاء الله هيمشي في انتصاراته باذن الله.